السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي انا لخرج دابا من البريفكتير، مشيت سولت في سبورتيل اونيكو كما هو معروف، اللي مختص بالمسائل ديال الطلبات ودفع الطلبات ديال عقود العمل الموسميه. طبيعه الحال هما ما عارفينش يعني لوفيتو تما بروسهم، ما عارفينش يعني امتى يبدا الدفع ديال الطلبات. اغلب الدرن كما قالوا لي تما يعني ما بقى لي هو يعني الاخر ديال الشهر 3 ان شاء الله راه يبدا الدفع ديال الطلبات. بطبيعه الحال المشغل هو اللي غادي يعمر الاستمارات وغادي يدخل سميتو للسيت ديال وزاره الداخليه ويدخل البلاصه ديال العقود العمل ديكريتو فلوسي وغادي يدفع الطلبات ويعمر الطلبات وكذلك. تقريبا ما يخلصش حاجه في دفع ديال الطلبات. الكونتريبوتي هذوك اللي من بعد الحساب العمل ديالك الحساب الشغل ديالك تبداو تخلصوا الكونتريبوتي من بعد. لكن بالنسبه للعقود سولت مزيان اكدت عليها، العقود ديال العام راه ما كاينينش، ما كايناش عقود ديال العام، عقود ديال العمل ديال العام راه ما كايناش. انا الله سولت دابا وهالوقع عندي ديال جينوفا، هذه سبورتيل اونيكو ديال جينوفا، خديت الواقع فيها ارقام هاتفيه، غادي نخلي لكم التصويره ديالها هنا في الفيديو باش اللي بغى يتصل ويتاكد بنفسه هالرقم هاهما الارقام اللي سبورتيلو اونيكو اللي مكلف بالعقود ديال العمل اتصل وهما غادي يهضروا معاه ويشرحوا لي اي حاجه. لكن العقود يعني يا اما ديال 3 شهور يا اما 6 شهور يا اما 9 شهور سنه. يقول لكم شي واحد راه غنصيب الكونترا ديال العام راه ما كايناش، تكذب عليك يعني اكدت عليها وتاكدت عليها قالت لي ما كايناش السنه ديال العام، لان قالت لي لان هذه الاعمال ديال العقود موسميه ماشي اعمال دائمه يعني، والا غادي تحول القانون هذا يعني يبدا بنادم يبدل ورقي يعني بصفه عاديه. الزوين اللي كاين في هذه المساله هذه سولت عليها وبصراحه فرحت ملي قالت لي هذه المساله هذه النقطه، يعني انا كانت خافي عليا هذه المساله هذه، كنت يحسب لي الانسان اللي خصو يبقى يتسنى مثلا عنده كونترا ديال 9 شهور كما شرحت لي هي مثلا. عندك الكونترا ديال 9 شهور، في خلال ديك 3 شهور الاولى ديال العمل ديالك حاول تقلب على كونترا، ما تسناش تتسالي 9 شهور كامله عاد تمشي تقلب على كونترا باش تدفع وكذا، لا، في خلال ديك 3 شهور الاولى من الاحسن في خلال 3 شهور الاولى ديال العمل ديالك فاش جيتي لهنا لايطاليا مثلا وبديتي خدام مع داك المشغل مثلا، لحقاش هي كاينه اغريكلتورا وكاينه سميتها توريستيكا يعني السياحه وهادشي ديال الفلاحه وهادشي، هادو هما العقود اللي كاينين. البادانتي ما داخلينش في هاد المساله هادي، اكدت عليها مزيان زعما على هاد المسائل باش توضحها ليا مزيان، وفعلا عطاتني من الوقت ديالها بصراحه تشكرها جزيل الشكر، وعطاتني وقتها ومومو خلات لي هاد الورقه هادي. غادي نخلي لكم التصويره ديالها باش اللي بغى يتصل هنا، هذه ديال جينوفا سبورتيل اونيكو ديال جينوفا، يتصل ويتاكد بنفسه، راه ماشي تنجيبوش هضره من الفراغ، راه تمشيو تتاكدوا من المصدر وتنجيبوا الخبر. عقد العمل ديال السنه راه ما كاينينش، كاين عقد عمل فقط اللي 3 اشهر و 6 اشهر و 9 اشهر. باش تبدل الاوراق ديالك يعني تعاود تجدد الاوراق ديالك وتقدر تاخذ ديال العام مثلا، خصك دوز تمشي سبورتيلو اونيكو، وماشي بالضروره يعني تبدل مع نفس المشغل، عندك عقد ديال العمل ديال 9 اشهر ماشي بالضروره انك تبدل معاه، ماشي بالضروره، ممكن انك تبدل مع وحدين اخرين، مع مشغلين اخرين، مع باترونات اخرين، ما كاين حتى شي مشكل. خصك تمشي لسبورتيلو اونيكو بعدا وتقيد فيه، حاول تقيد ملي تبدا خدام الخدمه ديالك سير سبورتيلو اونيكو وتقيد فيه. بطبيعه الحال ملي تيكون كاين يعني كاين فراغ او كاين شي باترون اخرين محتاجين، مشاغلين اخرين محتاجين عباد الله، راه غادي يعيطوا عليك حتى الاول وتمشي تسيني معاه العقده ديال هذاك ديال العمل، وممكن دير عقده ديال سنه، ما غاديش ديال 9 شهور، غادي دير ديال سنه وتبدل بها الوراق ديالك، وغادي تبدا تبدل الوراق ديالك يعني مزيان يعني عام، وتقدر تاخذ عاوتاني عامين وتاخذ 50 وغادي كما هو معروف. لذلك اي واحد ان شاء الله ياخذ النور اوسط من يتحل القانون ويدفع مثلا ويجي لهنا مثلا ايطاليا يبدا خدام، يحاول انه يقلب على عقده ديال العمل كونترا ديال الخدمه في خلال 3 شهور الاولى، ما يتسناش يسالي ديك 9 شهور او يسالي ديك 3 شهور، يعني اي فوا تجي حاول تقلب على كونترا، حتى دير 3 شهور حاول تقلب على كونترا،
في الشهر الاول في الشهر الثاني بالله جي حاول تقلب خدام او ميم طون قلب على على, على كونترادا غاتبدل بهذيك الساعه ممكن تاخذ عقده ديال العمل ديال العام ويعطوك بطبيعه الحال يعطوك سنه والمره الثانيه صافي غاتبدلات ولا عندك الامور سهله ما يبقاش عندك تعنكيش ولا شي مشاكل. وحاجه اخرى الناس اللي دافعين في 2018 سولوني بزاف اخويا 2018 قالت لي بان راه مازال باقي عندهم مازال الطلبات ديال 2018 ولكن راه خاص المشغل اللي دافع لك هو اللي خاصو يتصل بهم ويهضر معاهم في هذه المساله هذه. يعني اللي دافع ليه شي واحد اللي هو شي واحد مكلف ليه قال لي انا دفعت لك كذا راه خاصو هو اللي يتكلف ويعيط عليهم ويتصل بسبورتين اونيكو ديال العماله حسب المنطقه اللي فيها والاقليم اللي فيه هو او المدينه اللي فيها هو يتصل بهم ويعيط عليهم باش يعرف فين وصل هذاك الدوسي. تتمنى ان كل شيء يكون واضح. راه ما تنبغيش نطول الفيديو بزاف صراحه ما تنبغيش نطول الفيديوهات بزاف. المهم الا طولت عليكم في الفيديو هذا سمحوا لي انا هذا نخلي لكم دابا سميتو التليفونات هذا بالنسبه للسبورتيلو اونيكو ديال العماله ديال جينوفا انا نخليه لكم دابا باش تشوفوا الارقام الهاتفيه واتصلوا بنفسكم في العماله هذه وراه تجاوبكم واحد السيده وهضروا معها وسولوا وتاكدوا بنفسكم من هذه الهضره اللي تنقول لكم. الى حلقه اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.